في العالم الحديث تكون الدول هي ولية دم الضحايا والمطالبة بحقه، فكيف إن أصبحت هي ذاتها متهمة بسفك الدم أو التواطؤ مع القاتل؟ عندها يحتضر القانون وتسود شريعة الغاب، والعراق الحديث مثال على ذلك. لم يكن إيهاب الوزني يعلم عندما اغتالته رصاصات الميليشيات أن دمه سيكون سراجا جديدا لثورة تشرين، وأن والدته المفجوعة به ستحمل هذا السراج لتنير للجيل الصاعد طريقا في ظلام العراق الحالك. عزيمة أم إيهاب على محاسبة القاتل الذي شخصته رسما واسما لم تفتر، حتى بعد أن أزالت القوات الحكومية خيمتها المعدة للاعتصام حتى محاكمة قتلة نجلها، بل صار صوتها هاجسا يهدد القابعين في الخضراء، ويزيد من يقين العراقيين بأن لا سبيل سوى الخلاص من الطبقة الحاكمة بشتى السبل. من ذي قار وبغداد وواسط والنجف والبصرة تهافت المتظاهرون نصرة للأم المكلومة ومؤازرة لبقية أمهات الشهداء اللائي فقدن أولادهن على يد السلطة وأحزابها وميليشياتها. موقف حكومة الكاظمي بإطلاق سراح المدان بقتل الوزني القيادي في ميليشيا الحشد قاسم مصلح لا يبدو مستغربا، إلا أن الموقف الدولي الصامت أثار تساؤلات الناشطين: لماذا يصمت العالم على سلطة استخدمت كل أساليب القتل ضد شعب يتظاهر سلميا؟ بعثة الأمم المتحدة في العراق كانت مقنعة بمواقف الأحزاب، فقد أغضب مشهد تجاهل والدة الوزني الملايين، ولم تكن زيارة بلاسخارت لمنزله سوى محاولة لذر الرماد في العيون ودفع تهم التواطؤ مع القتلة، وهذا ما عبر عنه شقيق الناشط المغدور متحدثا مع مسؤولة البعثة الأممية في العراق. حسب علمنا كوننا لا نستطيع الاطلاع حاليا على شيء، ثم احنا ما نريد الامم المتحده تقلق وتستنكر. احنا نعيش ببؤره من الارهاب، بلد ما في لا امان ولا سلام. احنا نريد نعيش ببلد امن، بحياه رغيده، بعيش رغيد. تقلقون تستنكرون، شنو الفائده من هذا؟ اعملوا، افعلوا شيء، لا تبقون كذا متفرجين. هناك من يتهم السيده بلاسخارت ان القاده السياسيين يكتبون لها تغريداتها قبل لقاءها في مجلس الأمن، ويتمون أنها مرتشية وتتقاضى أموال من الأحزاب السياسية ومن قادة الأحزاب. فإن لم تتحركي في هذا القضية وفي قضايا قتل المتظاهرين فأنت فعلا كذلك. وكذلك أيضا تدور عجلة الرفض الشعبي للعملية السياسية ككل، رغم محاولات الأحزاب وضع العيدان لإعاقتها، إلا أن العراقيين قالوا كلمتهم، ولا بد يوما أن يستجيب القدر.